نتواجدوا الآن مع عمالة الحي الحسني، بالضبط دوار الشعيبات. احنا ملي كنقولوا دوار الشعيبات بما معناه دوار بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فين جا؟ جا بعمالة الحي الحسني التي تعتبر من أكبر العمالات والمقاطعات بالدار البيضاء. اليوم كانت واجدوا هالدوار اللي كان محسوب على دار بوعزة، وفي التقسيم ديال الأخير ديال 2005 ولا محسوب على الحي الحسني. الناس كلها كتغوت وكتعاني وكتقول أننا من نهار حسبونا على الحي الحسني وإحنا لور لور. ملي كنا في دار بوعزة كومام كان محسوب مجال قراوي، اليوم ولينا محسوبين على الحي الحسني مجال حضاري، ولكن ما استفدناش من الحضارة. فين كاين الحضارة في هذا الشيء اللي غنوريكم؟ فين كاين الحضارة ملي الناس الواد الحار باقيين كيعانيو منه في 2020؟ فين كاين الحضارة ملي الناس كتعاني من الطرقان وشفتوا الطريق اللي جينا منها؟ غادي نشوفوا رئيس جمعية بدوار الشعيبات اللي غادي يحكي لنا بالتفصيل المعاناة ديال هاد الدوار. كما قلنا كنتواجدوا بالحي الحسني بدوار الشعيبات، معنا رئيس جمعية ديال دوار الشعيبات سي شكري. قبل من 2005 محسوبين على دار بوعزة، جماعة دار بوعزة. من بعد 2005 وليتوا محسوبين على الحي الحسني، جماعة الحي مقاطعة الحي الحسني. قلتي لي انكم كنتوا كتعيشوا احسن في ظروف احسن من انكم تحولتوا للمجال الحضاري. شرح لينا شنو اللي تبدل، شنو اللي تغير، واش كاين تواصل ديال المنتخبين، واش كاين؟ السلام عليكم، كنرحبوا بجريدة صوت العدالة عندنا هنا في دوار الشعيبات. كما شرحنا في الأول بأنه الدوار كباقي الدواوير اللي كاينه هنا في المنطقة كانوا تابعين في واحد الوقت تابعين لجماعة دار بوعزة. جا تقسيم جديد، دخلوا من الطريقة لاروكاد اللي دار جديدة هنا، تبع كل شيء لحي الحسني. احنا قلنا كنا غنكونوا أحسن كون بقينا في دار بوعزة. حنت كنشوفوا النماذج ديال الدواور في دار بوعزة، وصلها الشانطي، وصلها الواد الحار شحال هادي، الماء داز عندهم شحال هادي. المهم الناس كتحس بانهم تطورت عندهم الامور للاحسن، في حين احنا هنا في تابع الحي الحسني كنعيشوا واحد التهميش اللي كنلمسوه في البرامج ديال المقاطعه. مثلا اي بروغرام ولا برنامج تلاح ديال شي حاجه غدار في مقاطعه الحي الحسني ما كتلقاش فيها سميه دوار دوار دوار. بانه نعطيك مثلا التعقيم داز في رمضان، نتحداهم بانهم يجبدوا لنا البرنامج اللي كانوا خدامين فيه بانه كاين الدواور داخلين في التعقيم. بزاف الحوايج، الا انهم ما نقولوش راه ما كاين والو ثاني. راه دخلنا نضالات مع الساكنه هنايا، كانوا اتحاد ديال الساكنه هو اللي جاب هذا الشيء هذا. ورسائل شنو وصلكم بالضبط؟ درنا رسائل، درنا اجتماعات على مستوى الوزاره، على مستوى الوكاله الحضاريه، العماله، خلينا فين مشينا على حساب هذه اعاده الهيكله. الدوار تابع داخل برنامج انماء في اعاده الهيكله، كدواور كثيره هنايا كاينين. الحمد لله استطعنا اننا نحققوا شي انجازات الحمد لله، بحال الربط الصحي، الصرف الصحي للساكنه، الربط الساكنه بالماء الصالح للشرب، الزناقي داز التبليط ديالهم، وهالطريق اللي طالع كما شفتوا راه خدامين فيها غير هذا الحجر الصحي اللي خلاهم يوقفوا. ونتمنوا ان تدوز الجائحه علينا باقل الاضرار ان شاء الله وعلى الشعب المغربي كامل. لكن كاين تهميش من طرف مسؤولين في المقاطعة. أنا شخصيا كنعيط للناس ديال الإنارة على حساب بولات عندنا طافين، ما كاينش استجابة. كابل طاح عندنا شي شهرين وهو طايح، وأنا كنعيطو وكنريكلامي وكنعيطو للمصالح ديال الإنارة، ما جاوش ليه حتى نوضنا عليه واحد عاد تدخلوا شي ناس من جهة أخرى، عاد جا السيد دارو أفيردا. كنشكروهم، ماشي ما كنشكرهمش على المجهودات اللي كيديروا، كيجيو جوج مرات في السيمانه هنا. الا احتجنا شي حمله نظافه كنعيط للسياسيين ونقدروا وكنشكرهم من هذا المنبر. هذا هو العمال ديال شركه افيردا. ولكن
عندنا نقص في الحاويات، كاينه حاويه وحده كما كتشوفوا كاينه هنا في الدوار كامل، وربما في هذه المنطقه كامله، ماشي على دوارنا هنا، هذه هي اللي كاينه. وكيعطيونا اعذار، راه واقفين لنا داك الشيء في المرسى، راه الحجر الصحي، راه هذه، ولكن حنا بغينا حاويات يجيونا. علاش قلت لك ما كاينش برنامج ديال الدواور ما داخلش في برنامج ديال المقاطعه؟ بالفعل حنا شفنا البرنامج ديال التعقيم ما كاينش فيه الدواور، وما حاولتوش انكم تتواصلوا مع المنتخبين، المنتخبين واش ما كيجيوش عندكم هنا؟ ما كاين، كنتواصلوا، كنديروا رسائل، كنديروا كنعيطوا، حنا الهاتف هو اللي كنعيطوا فيه اكثر، هي المسؤولين وداك الشيء كيصيفط لك شي حاجه باش يسكتك، باش ما كاينش شي عمليه، انا نتهداهم شي عمليه التعقيم دازت كامل الدوار وشي حمله ديال بصح كيجي نص ساعه راه ما يقدرش يضرب فيها حتى زنقه ويصور هذه ويمشي بحالاته. شكري، لاحظت واحد الملاحظه، هو الانحاء ديال الدوار كامله هضرنا عليها كلها كتعرف واحد التراكم ديال الازبال كبير، واش هذه المساله ما كتشكلش لكم عائق؟ واش ما هضرتوش عليها؟ واش عجباكم؟ هاد النقطة ديال الأزبال هي اللي هضرنا عليها من قبل دابا، وغير نشرح لك شنو المشكل اللي كاين. المشكل هو الحاويات ما كاينينش. ألور ملي ما كاينينش الحاويات الناس كيلوحوا فين ما كان، فين ما جا كيلوح الزبل، كون كاينة حاوية الإنسان الساكنة غتعرف فين كتلاح الزبل، هنا الزبل، المهم غيكون داير به، ماشي يكون مشتت كلها فين كيلوح. ملي ما كيلقاش المكان المخصص للأزبال راه كيلوح فين ما بغى. واخا تجي توعي الناس ودير حمله تحسيسيه وتهضر مع الناس لوحوا هنا جمعوه هنا، ولكن ما يمكنش، لان واحد اللي كيسكن في الجهه الاخرى غيتم جاي حتى لهنا باش يلوح الزبل، كقضيه صعيبه. ما يجيش وما يمكنش يبقى ينقز في الازبال باش يحط له، جا لقى الزبل هنا حاشاكم غيحط حداه وتم غادي حتى كيوصل لعند الباب ديال السكينه. واخا شكري، الى متى غتبقى هذه المعاناه ديالكم؟ وانتوما شنو 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 اللي ناقصكم في هاد الدوار؟ واش كاين مدرسه؟ كاين شي مستوصف؟ كاين شي حاجه بحال هكا؟ لا، من ناحيه المدرسه ما كاينش، المستوصف كاين في رياض الولفه، خصك اما يمشيو على رجليهم من هنايا، وراك عارف الطريق خاويه وعلى الخلا هنا، بغى يمشي خصو جوج لي ترونسبور، يركب الحي الحسني عاد يركب للرياض. النقطه اخرى ديال المدرسه، المدرسه كاينه الابتدائيه في دوار مليه، كاين شي كيلومتر بينها سميتو بزاف تاع في وقت الشتاء وقت الدراري صغير، راك عارف ولد الابتدائي راه 7 سنين 8 سنين راه كيمشي، راه كنت جيتو وقت المدرسه غتلقى بانه العيالات ديال الدوار غاديين مع 8 الصباح وراجعين، وكيمشيو مع 12 يجيبوا وليداتهم ويجيو. وشحال من مره كانوا كيجيو اشخاص مجهولين تمايا كيتلقاو العيالات، المهم مشاكل كثيره. كنتمناو من الناس المسؤوله تشوف بعين الرحمه في هذا الدواور، هذو راه ماشي المعاناه ديالنا حنا، راه ماشي غير هنا، راه دواور كثيره هنا كتعاني هذا الشيء هذا، من غير المرافق راه ما عندناش فين حتى الكره فين نلعبوا، ما عندناش جيران، ارض خاصه ديال السيد طلبناه راه عطانا قادينا فيها، واخا ما كافياش داكشي ما كافيش. اذا الرساله ديالنا كنضموها الرساله ديال دوار الشعيبات للسياسيين ديال هذه المنطقه، دوار الشعيبات هو راه فيه ادميين اللي خصهم يحسوا بالادميه ديالهم، ما كافياش ان من بعد سنوات عاد بدينا كنبلطوا لهم الطريق، عاد بدينا ندخلوا لهم الواد الحار، عاد دخلنا لهم الضوء، امتى غادي نجيبوا لهم المدرسه؟ من بعد واحد 20 عام اخرى باش هاد الوليدات ما يبقاوش يعانيو؟ امتى غادي نساهموا في النظافه ديال هاد الحي؟ هو نجيبوا ليه حاويات ديال الازبال باش هاد الناس يحسوا بالادميه ديالهم، ما يبقاش يدور بهم الزبل في كل مكان، وما يبقاوش يعانيوا من الامراض اللي كتنتج على التراكم ديال هاد الازبال. الرساله عندكم، وكنتمناو انكم تاخذوا المتعين فيها. السلام عليكم.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العدالة.